اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. بس الحمد لله. اليوم باش نحكيوا على شويه كوره، كاس العالم في قطر. المغرب تشرفنا كاول دوله عربيه ترشحت للربع النهائي بكاس العالم، شنو رايك؟ كرأي أنا الشخصي ما صرفتنيش وما عنديش علاقة بالمغرب وما نحبش هذاك. قبل وقت كنا عرب كانت مفهوم العروبة وكذا كذا، توا إنسان طبع ما عادش واحد من الناس نخزر له، فهمت؟ احنا مشكلتنا شنو؟ احنا عندنا مفهوم العرب الشرف بتاعنا هو القدس وهي فلسطين. الدول اللي طبعت انا واحد من الناس ما عادش نحب كي تحكي لي على العرب، الوحيده اللي تدخل مزاجي وتشرفني هي الجزائر وتونس وفلسطين، هذو ما ثلاثه زايد وليبيا هذيك بطبيعتها، فهمني؟ الدول هذوما اللي امنين بالقضيه والتو قاعدين يساندوا الشعب الفلسطيني. اما الدول اللي طبعت شنو؟ وعلاش تو تو ترشحوا ربع النهائي وتو طلعت قيمتكم كي طبعتوا؟ فهمت؟ علاش قلت لك السياسه تو دخلت في الكوره ودخلت في كل شيء. لكن نعرفوا انه كل مجال وحده، يعني السياسه والحكومات هذيك وحده، وكي نحكيوا على مجال الرياضه وحده، والشعب ما عندوش علاقه في هذا. لا لا اسمعني اسمعني، انا قلت لك الشرف بتاع العرب هو القدس هذاك والارض المحتله هذيك، فهمتني؟ اللي هي فلسطين، فهمتني؟ هذه الشرف بتاعنا. وقت اللي توصل تطبع انت مع العدو وكذا وتنحي القضيه ذي من مخك، يسي ما عادش نخزل لك عربي، نخزل لك كيما المغرب، كيما اسبانيا، كيما فرنسا، كيما كذا، الكل نخزل لك كيف كيف، فهمتني؟ ما عادش ندخل نخزل نحكي بمفهوم العروبه. الوحيده قلت لك اللي نخزلها انا توا فهم العروبه ويهمني امرها وكذا هي الجزائر وتونس وفلسطين وليبيا، فهمني؟ الدول اللي قاعده تحكي على القضيه ذي ومآمنه بالقضيه الفلسطينيه وكو. لكن القرار الحكومه ما عندوش دخل في الشعب هو بيده. يعني انا شعب، انا نحكي كشعب، انا شعب نحكي كروحي انا. نحكي على الشعب المغربي. انا نعرف الشعب. ما عندوش علاقه. لا عنده علاقه، الشعوب عندها علاقه والحكام راهي تمشي بارادات شعوبها، راهو الشعب هو كل شيء، احنا اللي صنعنا الحكام مش الحكام اللي صنعتنا، فهمتني؟ واحنا قلنا لا للتطبيع ولا الكذا من غير ما نقعدوا، فهمتني؟ ما دامك تبعت يا خويا خرج، انا واحد من الناس نخزر لك كيما فرنسا، كيما ايطاليا، كيما المغرب، كيما كيف كيف. ما عنديش حتى فرق، يعني كيف تقول لي شنو عرب اول عربي؟ لا مانيش نخزر لك عربي، سامحني منه، انا واحد من الناس راي شخصي، فهمت؟ هي حري. دونك ما نفرح لكش، مش ما نفرح لكش، اما ما لاش تومبي، ما عادش تهمني الحكايه ذي، ما يهمنيش فيك تصنع ما تصنع. لكن ما ننكروش فرحه التوانسه بفوز المغرب. يا ولدي يفرح على روحه ويفرح، انا قلت لك انا الوحيد اللي يهمني اللي يهمني امره هو فلسطين والجزائر والمغرب وليبيا، فهمتني؟ هي هذوما هما، نقول لك انا التهمني القضيه الفلسطينيه، هذاك هو شرفي انا كعربي. باش انا شرفي، شرفي باك القدس هذاك وبال، فهمتني؟ اذا كان خرجنا من المفهوم هذا علاش مازلنا نحكوا؟ وعلاش الدول اللي طبعت طلع شانها واحنا الدول ما طبعتش قالت؟ وعلاش احنا الازمات تاعنا دي كلها خاطرنا قلنا لا للتطبيع او نحكوا بالفرشه، فهمتني؟ وهما الخير عندهم وكذا خاطر طبعوا ولاو، احنا ما نطبعوش ونكروا، فهمني؟ التطبيع وما نحبوش التطبيع والقدس هذيك ارض اسلاميه وتعود وتحيا فلسطين والجزائر وتونس وليبيا، هيا نحكوا بالفرشه. لا ما نحرقش نقعدوا في تونس على بلادي. ترى انت فوز المغرب عنده علاقه بقرار التطبيع؟ يا بنتي كل شيء بقرار التطبيع، مالي شنو مالي شنو، علاش هما توا ولوا لاباس والدول هذيك اللي طبعت، فهمني؟ ولوا عندهم هاي في بالك انت الشركات الاسرائيليه قاعده تنقب على الغاز توا في المغرب، هاي موجود. هاي وين القضيه الفلسطينيه؟ مجرد على المال توا، اللي نخزوا المال ما عادش ندخلوا لا نخزوا لا العروبه لا القدس لا حتى شيء، نخزوا توا للمال هكا هو. اي وكل الشعب الفلسطيني اللي قاعد يعاني، في بالك قداش من وليد كل يوم قاعد يقتل في فلسطين؟ هي هذوكم شنوما؟ ما همش ولادنا مسلمين هذوكم؟ علاش قلت لك دخلنا تو في مفاهيم اخرى؟ دونك ما عادش تهمني الحكايه هذه وانسلخنا من العروبه و العربي شرفك في القدس، ضاع القدس ضاع شرفك معاه، ما عادش نحسب ما عادش نخسر انا واحد من الناس اللي عادش قلت لك شرف العروبه والاسلام هو القدس. هذاك مقدساتك، مقدسك هذاك، أنت تخليت على المقدس بتاعك شنو اللي مازال لك أخ؟ أولى القبلتين هذاك، هي تخليت عليه، أنت شنو اللي مازال أخ؟ وتخليت على قضية شعب كامل، هي شنو؟ كورة، هذيك هي توا كورة، جهادك في الكورة وفي درس شنو وفي التفاهات وفي الحكايات الفارغة. كي نحكيو توا على المشجع التونسي اللي اقتحم الملعب
في مباراة بين تونس وفرنسا يلبس مريول تونس ويحمل علم فلسطين. هي هذيك الرجال، هي هذيك الرجال اللي بالرسم اللي اكل الدخله بتاعه هذاك وهز العلم تاع عندي انا خير من الترشح للربع خير من كاس العالم اللي يجيب. هذيك الرجال اللي نحكوا عليه على العلم انه امين بالاغا هكا. يا ولدي هذاك هذاك كي بالحق نتشرف نقول رجل عربي اصيل، هذاك في مخ القضيه الفلسطينيه وفي مخ القدس، هذاك اللي شرفني انا. فهمتني؟ علاش ديما نروح الحكايه هذه كان من يا من تونس يا من جزائر يا من علاش تحصلت عند الشعوب هذه؟ معناها القضيه كامله تو تباعت قعدت كان عندنا نحن وعند اخواننا الجزائريين. يعني قلت لك ولي بي علاش؟ وين مفهوم الامه العربيه والوحده؟ وين المجاهدين اللي جاهدت باش توصل الاسلام؟ يا ودي راهي ارض محمد هذيك كلها راهي، فهمت؟ المحتله هذيك راهي ارض الرسول صلى الله عليه وسلم. والقدس هذاك راهو ملك المسلمين، انت بعته شنو اللي مازلتش نحكي؟ شنو تحكي لي على ترشح الربع النهائي؟ وتجي وتهز كاس العالم، ما عندكش حتى طعم عندي انا. وتهز كاس العالم، ما عندكش حتى طعم عندي انا. هذا الراي يمثلك انت. هذا نحكي على راي انا. انا نحكي على راي انا. نعاود نقول لك انه السياسه ما عندهاش دخل في الرياضه. يا ودي عندها دخل في الرياضه، شوف الغرب كيفاش السياسه هي كل شيء، الرياضه تولت اقوى من السياسه، هذيك هي توقف السلطه ولت الرياضه، الكوره هذيك هي اقوى كل شيء، فهمت؟ انا احكوا بصراحه مع المفهوم اللي تحكي فيه انت هذا قبل وقت كنا عرب ومسلمين صحاح كانت بالحق نحس بيك وتحس بي، توا انسلخنا توا واحد الدوله تشوفها شيخه وتطبع وكذا ودوله قاعد تحكي على قضيه فهمني وماشيه وتندثر. لكنه فلسطين عندها رجالها وموجوده راهو حتى في الشعوب راهو المغربيه، فما عباد تحب تحب فلسطين وتحب القدس وتحب كذا فهمني، شعوب ما مغلوب على امرها. لكن لا، الشعوب لازم تصنع القرار، الشعوب راهي لازم تصنع قرارها، ما نقعدوش ديما احنا قدس راهي هذيك قضيه فهمني ازليه، القدس راهي قضيتنا المسلمين الكل، فهمت؟ القدس راهي قضيتنا ما نجموش من اول الدنيا. نجي تو انا نبيع قضيتي ونبيع شرفي ونبيع كذا على شنو على تقول على تنميتي؟ نعم بو التنميه بو كل شيء وبو كل شيء، من بعد ديني قبل كل شيء. اعطيني القدس وترجع حق الشعب هذاك المظلوم ومن بعد تو نحكم، ما دام الشعب هذاك مازال مستظهر. تو انت فرحان هي في بالك قداش من تقتلوا اولاد فلسطينيين في بالك؟ هذوك شنو هما رجال يدافعوا على قدس واحنا لاهين في الكوره ولاهين في كذا يزيدوا علينا رجوليه هما؟ قضيه الامه كامله راهي هذيك برا. قضية الأمة كاملة، الخليج باع القضية، درا شنو هو باع القضية، المغرب باع القضية، شكون باش يحكي عليه القدس؟ بتاعي هذاك راهو بتاعي وبتاعك وبتاع المسلمين الكل، فهمت؟ القدس ثم القدس ثم القدس، ومن بعد احكي لي على المواضيع الأخرى. خلي كلمة الختام. كلمة الختام ربي ينصر الإسلام والمسلمين وربي يعز الفلسطينيين وربي يرجع القدس للمسلمين.